لو الحكاية فيها إن فيتو هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت، ولا خير في مجتمع لا تكرم فيه المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أكرمهن إلا إيه؟ لئيم، وما أهانهن إلا لئيم. ربنا من علي أنا في الإعلام من 2008، يعني حوالي 10 سنة، أكثر مقطع اتشير ليا في تاريخ الإعلام كله وأنا بقول إن الزوجة غير مفضل كلمة زوجها. أنا كنت بتكلم عن أن الزوجة غير ملزمة شرعاً بخدمة الزوجة. إذا كان القرآن بيقول إيه؟ فإن أرضعن لكم، واحدة ترضع ابنها، فآتوهن أجورهن، معناها ترضع ابنها. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع قال: لكم عليهن ولهن عليكم. طب لهن عليكم إيه؟ قال: رزقهن وكسوتهن. فهل لما تسيح أجيب لها 3 متر قماش ولا لف نفسك؟ لا، يجيب لها حاجة متفصلة، يجيب لها القماش اللي تختاره واجيب الترز وحجمه، صح ولا لا؟ قال: ورزقهن اكلها. فالفقهاء قالوا: فان اتى للطعام نيئا يطبخ، يا اما يجيب لها مطبوخ. بس والدنيا قامت على الكلمتين اللي انا قلتهم. ويقابلني الناس في الشارع يا دكتور، قابلني مره صلاه في الكراسي: يا مولانا يا مولانا. فما تحتش الشباك، قال لي: على الطلاق كنت هطلق مراتي السبب.